هعمل معاكم النهارده بايايا حلوه قوي بالخضروات. عندي هنا الرز، رز البسمتي، عندي صلصه قرفه بسله وفاصوليا وطماطم شاري، عندي كمان الجزر، البصل، الثوم، الفلفل الاحمر، بصل اخضر، مكعب مرقه الخضروات، عندي البهارات الايطالي. تعالوا نشوف اول حاجه هعملها هتكون ايه. هجيب هنا شويه من الزيت، وبعدين هضيف عليها الثوم، ونص كمية البصل بتاعي، مع مكعبات المرقة، مكعبين من مرقة الخضروات، هنزل معاهم الرز أشوحه تشويحة حلوة قوي، اهو هبدا ان انا احط الملح بتاعي والفلفل، بهاراتي، اهو، وايه هنقلب تقليبه حلوه جدا. البايايا من الحاجات الجميلة قوي قوي، دايما بتتعمل بالأسماك ومن الأكلات المفضلة عند الأسبان بالذات، بس لما نعملها بتويست أو بتاتش بتاع عمايل إيديا هتلاقوا طعمها لذيذ جدا جدا. وهنمشيها النهاردة بالخضروات وهي كأنها وجبة كاملة متكاملة. هنزل بقى هنا الصلصة بتاعتي، معلقتين من الصلصة، وإيه هقلب تقليبة حلوة قوي، أهم حاجة التقليب المستمر. يلا هبدأ بقى أنزل الطماطم والفاصوليا والبسلة، جزر، الخضروات بتاعتنا كلها، اهو الفلفل والجزر، وايه والبصل الاخضر، وبقيه الكميه بتاعه البصل بتاعي، ونقلب حلو قوي قوي قوي. شايفين الجمال؟ هكون بقى مسخنه الميه بتاعتي، شوفوا شوفوا شوفوا، واحنا ايه مبهرينها وعاملينها حلوه قوي. هكون غاليه الميه وهنزل عليها بالميه تتشرب على طول، اهو كده شايفين الجمال، اهو يلا بينا. هجيب الغطا وايه ونسيبها تتشرب خالص على نار هاديه، يعني اول ما الاقيها بتغلي هقوم نقلاها على نار هاديه واحط الشياطه.